سباق التسلح مستمر في أوكرانيا، وهي تشرف الآن على تسلم سلاح جديد سيعزز ترسانتها العسكرية. يتعلق الأمر بنظام هايمرز الصاروخي الذي ستمدها به الولايات المتحدة. السلاح الجديد عبارة عن وحدة متنقلة يمكنها إطلاق عدة صواريخ دقيقة التوجيه في الوقت نفسه. وما يميز هذا النظام الصاروخي الحديث كونه أخف وزناً وأكثر رشاقة من منظومة رجمات الصواريخ M270، حيث أنها تحمل على عجلات. هي أيضاً قادرة على حمل كبسولة تضم صاروخاً تكتيكياً ضخماً أو 6 صواريخ موجهة. وتتمتع الراجمة هايمرز التي تم تطويرها أواخر 90s بمدى حوالي 80 كيلومتر. تتسم هايمرز كذلك بنظام تحديد المواقع العالمي GPS بمدى يقارب ضعف مدى مدافع هاوزر التي أرسلتها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً للقوات الأوكرانية. ومن المتوقع أن تمنح هذه الراجمات القوات الأوكرانية القدرة على توجيه ضربات خلف الخطوط الروسية وعلى مسافات محمية بشكل أفضل من أسلحة روسيا بعيدة المدى. لكن من غير المستبعد أن يستغرق دخول هذا العتاد الجديد الخدمة بعض الوقت، فإلى جانب فترة التدريب التي تستغرق 3 أسابيع تحتاج الفرق المشرفة على هايمرز 2 أخرين لاستكمال أعمال الصيانة. وبالرغم من أن هذا التأخر قد يؤثر بشكل كبير على سير المعارك، يرى الخبراء أن حصول كييف على منظومة هايمرز قد يغير قواعد اللعبة في أوكرانيا، ذلك في وقت تعاني فيه القوات الأوكرانية جراء نيران المدفعية الروسية.